بعض المواطنات والمواطنين كيتسألوا كيقول لك واش هذا الفيروس كيدور غير بالليل، علاش خليته بالنهار وسديته بالليل؟ واش هو الوباء كاين غير بالليل؟ والجواب واضح، الجواب واضح. أولا وقبل كل شيء، قرار حظر التجول الليلي ماشي جديد، اتخذناه منذ فترة طويلة، احنا غير استمرينا فيه، كان من قبل حظر الأنشطة إلا الأنشطة الضرورية بطبيعة الحال. الأنشطة اللي ضرورة بالليل راك السلطات تعطي عليها التراخيص الضرورية طبيعة الحال، الأمن، رجال الأمن، الناس ديال الصحة وغيرهم، والأنشطة الضرورية راه التقدير ديال السلطات راه كاينة وكتسمح بها، ولكن اللي ماشي ضروري خصو يوقف بالليل. وبالتالي هو إجراء معمول به منذ شهور وأثبت نجاعته، وأيضا أكثر من هذا الشيء معمول به في عدد من دول العالم، ويمكن نقول احنا من الدول السباقة لاتخاذه في العالم. والآن الدول ولات كترجع كديروا، علاش؟ ميمكنش توقف الاقتصاد 100%، ميمكنش تسمح بالناس يتجولوا 100%، إذا خصهم يسمحوا النص ويخليوا النص. بغينا نرجع لهذه النقطة. ومن الضروري الاستمرار في هذا الحظر الليلي حتى نقضيوا على هذه الوضعية الوبائية. فلذلك خصنا نقصوا الحركية ديال الناس. التجربة الدولية الآن، الدولية الآن، دابا بلا ما نهضر في الدول، أنا ما كنبغيش نهضر في الأسماء ديال الدول، ذهبت إلى هذا الحظر الليلي. علاش؟ لأن الحركة ديال الاقتصاد وديال الاجتماع وديال التعليم وديال الناس أكثر يديلها بالنهار. ما يمكنش نوقفوا النهار، إلا نوقفوا النهار غادي ينهار الاقتصاد. إذا خصنا نوقفوا الليل، إلا وقفنا النهار نوقفوا الليل. فكنوقفوا الليل على أساس أن التأثير الاقتصادي لتوقيف نشاط المجتمع بالليل أقل بكثير، والاقتصاد يتحرك بالنهار. فذهبت التجربة الدولية في هذا المجال، وهذا الشيء بنينا احنا منذ شهور وأثبت نجاعته، فلذلك احنا مستمرين فيه. الفيروس كيتحرك بالليل وبالنهار، ولكن احنا موقفين بعد هذاك الليل ما يتحركش فيه بابا. والنهار خص الإجراءات الاحترازية، كل واحد يدير الاحتياطات. وأذكر هنا بقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نحافظوا على المعاش ديال النهار، وهذاك ديال الليل نصبر عليه حتى نقضيوا على هذا الوباء إن شاء الله، على الرغم من كلفته على المواطنات والمواطنين. وهذا احنا واعين به، واعين به. فلذلك درنا حل وسط، هذا هو الحل الوسط. ما نديروش كما كيقولوا ماشي كلها محبوكه ولا متروكه، لا، كنديروا الوسط. وهذا ان شاء الله سيفيد الوضع الوبائي بشكل كبير.